اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقبل الله صلاة الجميع. ونعود أيها الأحبة الكرام لهذا اللقاء المبارك لنتحدث فيه عن نعمة الأولاد وعن تربية الأبناء، وخصوصا كما سلف الذكر نريد الحديث عن المراحل الثلاثة التي تميز مسار تربية الأبناء. كما تعلمون جميعا أن من أجل نعم الله تعالى على عبده هي نعمة الأولاد، فخلفة الولاد والبنات هي زينة في الحياة الدنيا، ورب العزة الخالق عز وجل حينما يذكر مننه على خلقه يذكر أولا نعمة الأزواج ثم نعمة الذرية، فكان يقول: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فمن عظيمة نعمة الزواج ومن أعظم منة الذرية. ومن أعطاه الله تعالى الأولاد فقد حاز نصيبا وافرا من الدنيا، وربنا عز وجل يقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال والبنون هذه زينة عظيمة تزخرف هذه الحياة الدنيا وتزينها، والإنسان إذا عرف هذا الأمر عليه أن يقابل هذه النعم المتتالية من الحي الذي لا يموت، نقابلها بالشكر والحمد واستحضارها في جميع الأوقات. الأولاد هم أمانة، وهذه الأمانة لا بد أن نعتني بها ونحافظ عليها وأن نوصلها إلى مكانها المناسب. من هناك كالقوم عدد الأباء والأمهات يحتارون في تربية أولادهم وفي تربية أبنائهم للقيام بأمانة التهيئة والتربية والتعليم والتنشئة الصالحة. سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يعطينا في حكمة منهجية كيف نربي أولادنا، فقد ذكر رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وأرضاه كان يقول: لاعبوا أبناءكم لسبع، وعلموهم لسبع، وصاحبوهم لسبع. هذه حكمة عمرية سديدة يمكن أن تكون بوابة في علم النفس التربوي. لاعبوا أبناءكم لسبع، سبع سنوات الأولى فيها اللعب، وعلموهم لسبع، سبع سنوات الثانية فيها التعليم، وصاحبوهم لسبع فيها المصاحبة. نفس الكلام ذكره الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول: الولد سيد سبع سنين، وعبد سبع سنين، ووزير سبع سنين. حكمة منسوبة إلى الإمام علي بن أبي طالب، فيها المراحل التي ينبغي أن يقوم بها الآباء تجاه أبنائهم في التربية والتنشئة الصالحة. المرحلة الأولى هي مرحلة الطفولة، هي مرحلة اللهو واللعب عند الطفل، لهذا وصف بأن الولد سيد في سبع سنين. هذا التسييد لأن الطفل في هذا العمر لا يلائمه الكثير من التصرفات التي هي مرتبطة بالكبار، هو عنده قدرات فكرية محدودة، ولا بد أن يكون همه الأكبر اللعب واللهو، فهو سيد. وفي المرحلة الثانية عبد، عبد سبع سنين، بمعنى أن في هذه المرحلة
ينتقل الأب والأم مباشرة إلى التأديب بأسس الأخلاق والخصال الحميدة، بمعنى أنه الطفل يتلقى الأوامر وتراقب تصرفاته. وفي المرحلة الثالثة اللي قال فيها وزير 7 سنين، معنى أنه مرحلة الشباب والمراهقة، الوالد يلازم ابنه كملازمة الوزير للملك، فيكتسب من خبرة أبيه في الحياة ويتعلم أساليب العمل والعيش. هذه باختصار شديد أيها الأحبة الكرام المراحل الثلاثة في تربية الأبناء. كل مرحلة فيها 7 سنوات. المرحلة الأولى من السنة الأولى ولادة إلى 7 سنين، هناك يكون طفل طبيعته بريئة، طبيعته لطيفة، ومستواه العقلي بسيط، وقدرته الفكرية محدودة للغاية. هنا لابد أن نراعي هذه المرحلة وهي الأساس. إذا قدرنا نربي ولدتنا في المرحلة الأولى مرحلة السيادة سيد فيها الملاعبة، هي أهم مرحلة. كلما كانت سليمة غنضمن بأن أولادنا غيتربوا تربية سليمة. كتكون الأمور أول حاجة بالتغذية العاطفية. أكيد أن الأمهات كي يحرصوا على تغذية عادية متوازنة لأبنائهم من حيث الرضاع ومن حيث بعض المأكولات، ولكن نريد التركيز على التغذية العاطفية، الغذاء الروحي الأول للطفل. فكلما خاد واحد نصيب وافر من تغذية عاطفية متوازنة كيكون في نشأته سليم ما في عقد. هالتغذية العاطفية تبتدئ بالتقبيل، كيكون دائما الأم والأب يقبلون هذا الولد أو البنت، تشحنه بالعاطفة. والقبلات معلوم في علم النفس أنها هي تمرر الشحنة العاطفية الإيجابية من الأم والأب إلى الإبن، ومن الإبن إلى الوالدين. وسبحانك يا جليل، كان نبينا صلى الله عليه وسلم يبالغ في تقبيل سبطيه الحسن والحسين. القبلات في المرحلة ديال الطفولة مؤثرة للغاية. مرة كان واحد صحابي جليل يدعى الأقرع ابن حابس، شاف سيدنا رسول الله كي يقبل ابنه الحسن والحسين، فتعجب، قال لي إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم قط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. فلابد للوالدين أن يحرصوا على تقبيل ابنهما. القبلات والملامسة فيها تغذية عاطفية. كذلك هذه القبلات عند أجر وتواب للوالدين. في الحديث: أكثروا من قبلة أولادكم فإن لكم بكل قبلة حسنة. من اللي كتقبل الولد ديالك راك تزرع فيه واحد نبتة ديال الأمل، وانت كيعطيك الله تعالى حسنة. وفي الحديث: ومن فرح ابنا فرحه الله يوم القيامة. من اللي كتفرح الولد ديالك فقط بالتقبيل والملامسة راه عندك أجر وثواب وفرح يوم القيامة. بالإضافة إلى القبلات هناك التعبير الكلامي، يعني أن الأم والأب كيعبروا مع ولدتهم واحد التعبير كلامي رقيق جذاب عاطفي. الطفل محتاج إليه الكلمات الرقيقة العاطفية من والديه إليه، تساهم في نمو متوازن. كذلك التصابي للأطفال، لابد للأم والأب أن يقع نوع من التصابي معهم، لأن لا يتوقع أن الإنسان يتعامل مع ولدي الصغير بسلوك الكبار. بالعكس، لابد أن أتعامل معه بأسلوب الصبايا، أتواصل مع الصبي بأسلوب بحسب عمره. والنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم كان يقول: من كان عنده صبي فليتصاب له، من كان عنده صبي فليتصاب له. لهذا كان النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم النموذج الأمثل في التربية والتوجيه، لأن سيدنا رسول الله هو
القدوة المطلقة في البشر. لكن يقول أدبني ربي فأحسن تأذيبي. كان يلاعب سيدنا الحسن والحسين ويتصاب لهما. ومرة يذكر ذاك الصحابي الجليل الأقرع بن حابس اللي كان شديد الطباع مع وليدته، دخل الدار ديال النبوة، قال دخلت على النبي والحسن والحسين على ظهره وهو يجتو لهما ويقول نعم الجمل جملكما ونعم العدلان أنتما. فاجأ ذاك الصحابي بأن سيدنا رسول الله صاحب المقام الرفيع كيلقى كيلعب مع الحفدة ديالو الحسن والحسين، كيحملهم على الظهر ديالو وكيزيد على ركابيه وكيقول نعم الجمل جملكما ونعم العدلان أنتما. هذا أسلوب جميل ديال التصابي. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أدبه ربه فأحسن تأذيبه. ومن أراد أن يأخذ قواعد في التربية والتوجيه النفسي، ما عليه إلا أن ينظر في سيرته العطرة. فكان يتصابى مع حفيديه الحسن والحسين، يجتو لهما ويقول نعم الجمل جملكما ونعم العدلان أنتما. كذلك أيها الأحبة الكرام، في تربية الأولاد والبنات لابد أن نبتعد عن أسلوب الضرب في مرحلة الطفولة على الأقل، لأن الطفل الصغير دون 7 سنوات قد لا يعرف وسيلة للتعبير سوى البكاء. والوالدين والأهل عليهم أن لا ينزعجوا من بكاء ولادهم، بل عليهم أن يبحثوا عن سبب هذا البكاء. ربما هو يريد شيئا معينا ولم يصل إلى أفهامهم وأذهانهم. قد يكون بكاء الطفل الصغير لمرض أصابه أو لألم ألم به، فعلى الوالدين والأهل أن يستعينوا بالصبر والتريث حتى يعرفوا كيف يخففون الآلام عن هذا الولد. وليس دائما هناك أسلوب الضرب وأسلوب الشتم. من الأمور أيضا الأساسية أيها الأحبة الكرام في التربية لهؤلاء الأولاد والبنات في الطفولة، هذه المرحلة الدقيقة جدا اللي هي الأساس، وهو تجنب العلاقة الخاصة بين الأم والأب أمامه. أحيانا يكون الأم والأب في بيت النوم وكيقول هذا طفل صغير لا يفهم، هذه طفلة صغيرة لا تعي، وكتكون علاقة حميمية ما بين الأب والأم، وهذا الأمر غير سليم بل وخطر تربويا على الطفل. لأن هذه الأمور لما تجري أمام مرأة الطفل الصغير فإنه يسجل وقد يصاب بصعقة وهو لا يدري ما الذي يحدث. فالخبراء في علم النفس والتربية يؤكدوا على تجنب العلاقة الحميمية الخاصة بين الزوج وزوجته أمام أطفالنا في هذا السن، اللي هي رغم أنك تبان صغيرة 2 سنين ولكن كيفهم وكيبقى مركز. أيضا في قضايا التربية للأولاد لابد أن لا نميز بين الأولاد والبنات. بعض المجتمعات يميزون بين الذكر والأنثى، الذكر يعطوه امتيازات والأنثى يحرمونها، وهذا النوع من التربية نهى عنه النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، وقال إذا كان لابد هناك شي مفاضلة بين الأولاد فلتكن لصالح البنات لأنهن عاطفيات. فهذا التمييز اللي كنلقاو بين الأولاد هو أرضية خصبة للكثير من المشاكل النفسية، كتشوه نفسية الطفل وكتخليه يشعر بنوع من الغيرة والحسد. هناك ينشب الحقد بين الإخوة، لأن ذاك اللي كيشوف بأنه مظلوم كيبدأ عنده الإحساس بالمظلومية وعدم الإنصاف، ومن ثم كنلقاو ناس كبار وديما كيبكي وديما كيشكي وديما ما عنده زهر. علاش؟ الطفولة ديالو مرت فيها تمييز بين إخوته ونبت فيه الشعور بالمظلومية وكبر معه،
ولما سلف الأربعين والخمسين دائما هو في معارك، يشعر بأنه مظلوم وأنه محقور. وهذه القضية مش حقيقية وإنما نبتت معه منذ الطفولة، فعلينا أن نراعي الطفولة وتكون في وضعية سليمة. وسيدنا رسول الله نبي الرحمة يقول لنا صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. لابد أن يكون عندنا العدل بين الأولاد. كيفاش يكون العدل بين الأولاد؟ يكون أول حاجة في الهدايا، فإذا أعطيناهم الهدايا لابد أن تكون متساوية. اعدلوا بين أولادكم في النحل، قالها النبي الأكرم في النحل، يعني في العطايا والهبات، بل ويكون العدل حتى في التقبيل والملامسة. فسيدنا رسول الله يقول: إن الله تعالى يحب أن تعدلوا بين أولادكم حتى في القبل. فالقبلة تعطيها لابنك أو ابنتك، لابد أن تعدل بين الجميع، لأنها تحمل واحد شحنة عاطفية كبيرة وكتأثر في نفسية المتلقي. أيضا أيها الأحبة الكرام، من الوصايا في تربية أولادنا عدم الخلف بالوعد لهم. فالطفل الصغير يؤمن بالوفاء بالوعد، وإذا خلفت الوعود تعطى له وتخلفها، هذا يؤثر على نفسيته، لأن هو في أول عمره حساس للغاية. والنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم يقول لنا: ارحموهم وإذا وعدتموهم شيئا فوفوا لهم به، فإنهم لا يدرون إلا أنكم ترزقونهم. فكيظن الطفل الصغير بأن اللي كيرزقه هو الوالد ديالو، لا يدرون إلا أنكم ترزقونهم. هي الوصايا كثيرة أيها الأحبة الكرام في علاقة الأباء بالأبناء، فغنفصلها بإذن الله تعالى. لابد من مراعاة التغذية العاطفية المبنية على التعبير الكلامي وعلى الشحنة اللي كتجي عن طريق القبل والملامسة. لابد من أن نتصاب لأولادنا وأطفالنا، لابد أن نبتعد عن أسلوب الضرب والشتم، ولابد أن نحرص على أن لا تكون هناك علاقة حميمية بين الزوج والزوجة أمام أنظار الأطفال، ثم لا نميز بين الأولاد، بل يكون العدل بينهم. وإذا وعدناهم بشيء لا نخلف الوعد. الآراء كثيرة ومتعددة، حينما نستمع إليكم وإلى مشاكلكم مع أولادكم ممكن أن نستخلص مجموعة من القواعد والعبر والعظات. في انتظار ذلك أيها الأحبة الكرام، نذكركم بأرقامنا الهاتفية الموضوعة رهن إشارة الجميع: 05 22 72 50 أو 51 أو 52. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعود أيها الأحبة الكرام لنواصل هذا اللقاء المبارك، ونستقبل مكالماتكم، وكلنا شوق للاستماع إلى همومكم ومشاكلكم وقضاياكم، وأيضا طموحاتكم وإنجازاتكم في الحياة. نبدأ بأول مكالمة من تازة مع للا أمينة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام دكتور. مرحبا للا أمينة. الله يبارك فيك دكتور، كي داير لاباس عليك؟ الحمد لله. للا دير مع الصحة دكتور. أعزك الله للا أمينة، الله يبارك فيكم دكتور. نعم نعم للا دكتور، بغيت نسولك على نعم كاين ربما شي ضجيج حداك للا أمينة، لكن ربما الميديا نقسم لنا شويه باش نسمعوك مزيان، ولا جات على خاطرك للا؟ للا أمينة. نعم وي. الو الو دكتور، نسمعك دابا. الو الو دكتور، نقسم من الراديو بنتي شويه باش نسمعوك مزيان، حيت كاين الصدى يتردد. الو دكتور. نعم للا، كي داير لاباس؟ الحمد لله، الله يبارك فيك دكتور. بغيتك تدعي معايا وتدعي لي مع خوتي. يا ربي يا كريم يا رحمن يا رحيم. قلت عندك بنتي شي سؤال؟ عندي سؤال بزاف دكتور، بغيت نسولك على. مرحبا دكتور. عندي واحد سميتو. نعم دكتور. كنت صمت عشرة، صمت نهار التاسع وما صمتش على العشريان. نعم وما عرفتش كيفاش، واش صمت نهار ما كملتش نهار كله، صمت غير النص. نعم
علاش تعبتي ربما ولا كان عندك الشغل؟ لا ما كانش عندي افتتاح لي هذه الطونسيون ما قدرتش نكمل النهار. ما شاء الله، الله يشافيك بنتي، الله يشافيك ويحفظك. امين يا ربي امين يا ربي يا كريم. نعم وبغيتك دكتور تدعي معايا رزق. يا رب يا رب يا بنتي امينه. لا امينه قطع الخط، اسال الله تعالى ان يشافيك ويحفظك ويرعاك ويصلح شبابك وكل ما كتمنيه لالا امينه في قلبك وضميرك الله اعلم به. اللهم يا ربي في هذه الساعه المباركه بعد اداء صلاه العشاء مع المؤمنين والمؤمنات، اسال الله تعالى ان يعجل لك بالفرج. قضيه صيام ديال عاشوراء، كاين تاسوعاء وعاشوراء، ورغم ان هذا الموضوع بعيد على المرحله اللي كنشوفها الان، لكن من باب الفائده فعلا ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكه المكرمه الى المدينه المنوره وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسالهم لم تصومون هذا اليوم؟ قالوا ذاك اليوم انجى الله فيه تعالى سيدنا موسى من كيد فرعون، نجا موسى واغرق فرعون، فصمناه شكرا لله على هذه النعمه ديال النجاه. فصاموا عاشوراء، فلما سمع ذلك النبي الأكرم قال نحن أولى وأحق منكم بموسى، فأمر بصيام عاشوراء ذاك العام. والعام اللي بعد منه قال لو بقيت من قابل لأصومن تاسعاء، لكن السنة المقبلة كان سيدنا رسول الله توفي. هنا العلماء قالوا شكون اللي مقصود بذاته وشكون اللي مقصود بتبعه، واش عاشوراء أو تاسعاء؟ الرأي الأغلب ديال العلماء قالوا عاشوراء هو الأساس وتسعاء بحال النفل قبله، فالأساس هو أن نصوم عاشوراء، لكن لمخالفة اليهودي أننا نزيد تسعاء. أنت لا أمنية صمتي في الأول تسعاء على أمل أنك تصوم عاشوراء، فلك الأجر والتواب. من اللي انتصف النهار وشعرتي بالطوسي وطحلك أنت مريضة، وحنا في ديننا الحمد لله عندنا واحد المبدأ أصيل وهو ليس على المريض حرج، ليس على المريض حرج. طحلك طونسيون إلى صمتي غتزدادي مرضا، وربي عز وجل قال لنا ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم وإبراهيم، فما عليك والو. العلماء كيقولوا إمتى الإنسان كيكون ملام؟ ملي كينوي يصوم وواحد الوقت ما رزقاتش ليه وقطع الصيام، هذا كيعتبروا بأنه سوء أدب مع الله، كيقول لك هذا بحال النذر. شو واحد نذر انه غادي يصوم غدا وكان صايم، واحد اللحظه لقى واحد المناسبه ديال الغداء شهي عند العائله ومجموعين، فقال اجي ناكل معهم وقطع الصيام ديالو، هذا مذموم لانه كمن نقض نذرا، بحال النذر نذر غيصوم ثم غيره. اما من طرأ عليه مرض وسقم وافطر فلا حرج عليه. الله يتقبل منك لالا امينه، والله ينور طريقك ويزيدك الله من فضله ويصلح شبابك. اللهم امين يا ربي يا كريم. نتحول من تازة الى بركان مع اختنا ثوريا. السلام عليكم. اهلا لالا ثوريا. لاباس؟ الله يبارك فيك لالا. الله يرفع مقامك لالا ثوريا. بارك عزيز عليا بزاف الله. حفظك الله ورعاك وزادك الله من فضله. شكرا لك. الله عندي شي عافاك بغيت شي دعاء منك الله يسرك. يا ربي لالا ثوريا. راني محقورة عافاك، راني محقورة فيما نمشي في الحقورة. شكون اللي حقرك لالا ثوريا شكون؟ والله إلا راني محقورة في الدنيا كاملة، نهار اللي زدت وأنا هكا محقورة. الله 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 شكون؟ ما عندي زهر لا في الخدمة لا في الزواج لا في الصالون. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرفع عليك الضيم يا رب، الله يرفع عليك الضيم لالا ثوريا. عندي واحد الوليدة تدعي معاهم الله يسترك. يا ربي الله يخليهم لك لالا ثوريا. يا باهم ومشى كاع ما تكون مشى كاع. غادر المكان. طلعت من الصراف 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 من القوة من الصراف شوي شوي مشى كاع ما فيش. لا إله إلا الله، الله يفرج عليك لالا ثوريا. الله يفرج عليك لالا ثوريا. معايا الله يسترك يا رب. ان شاء الله غتزول هالتابعه لالا ثوريا، غتزول ان شاء الله الواحد الاحد الفرد الصمد حتى حاجه ما غتبقى باذن الله، والخير غادي يجي الى الامام. لالا ثوريا الانسان اللي كيكون محقور فعلا كاين بعض الناس كيشعر بانه محقور في حياته، اما الناس كيتعاملوا معاه بعدم احترام او تقدير، واما كيشعر بان نصيبه في الحياه قليل ودائما يبقى في الهامش.
هاد الصفة هي الأتباع ديال الأنبياء والمرسلين. جميع الأنبياء والمرسلين كانوا متواضعين، والأتباع ديالهم المخلصين كانوا هكذا صفتهم. سيدنا نوح عليه السلام مثال، كان رفيع المقام، ولكن شكون اللي تبعوا غير الفقراء والمساكين المحقورين. فكانوا الأسياد يقولوا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا باذي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. كانوا يسخرون من سيدنا نوح، كيقول لي دابا انت الدعوة ديالك كون كانت فيها شي منفعة كنت تبعوك الكبراء والعظماء، شكون اللي تبعك؟ تبعوك غير الفقراء والمحقورين والمهمشين والوضيعين. ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا باذي الرأي في السلم الأدنى. لكن المفاجأة هو أن الله عز وجل أخبر بأن هذا الضعفاء هم الكرماء عند الله إذا أخلصوا النية والعمل. على قدر ما يكون العبد ضعيفا على قدر ما يكون مقامه عظيما عند الله تعالى. للا توريا راه سيدنا رسول الله خير خلق الله راه عاش الضعف وعاش الحجرة، وسبوه قالوا له مجنون، وقالوا له كاهن، وقالوا له ساحر، وقالوا له كذاب، وعاش ظرفية صعيبة ما كاش كيلقى اللقمة ديال العيش. ولكن الله عز وجل أكرمه، أش قال له؟ قال له الله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال لي لا تخف يا محمد، ولسوف يعطيك ربك فترضى، غنعطيك ونزيدك ونعاود نزيدك حتى ترضى. وعطاه واحد الخير عظيم لما جاء الفتح الإسلامي وانتصر الإسلام وأصبح سيدنا محمد هو الفيصل في كل شيء في السلطة الدينية والدنيوية. ثم قال الله تعالى ورفعنا لك ذكرك. رفعنا لك ذكرك يعني غيبقى الذكر ديالك مرفوع إلى يوم القيامة. إلى يومنا هذا دائما يذكر اسم محمد في المآذن، حي على الصلاة، حي الفلاح، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. رفع الله ذكره في المآذن في العالمين، كل دقيقة وكل ثانية يذكر ويصلى عليه. ورفعنا لك ذكرك. كذلك للا توريا إلا شعرت بأنك محقورة وما عندك زهر وما عندك حظ، غادي تشوفي بأن الأنبياء والمرسلين كانوا هكذا صفتهم. وعطانا سيدنا رسول الله واحد الطريقة نستعملوها، والعز غيجي عوض الحكرة. والله ما تبقى الحكرة، ما كان غير العز، وما كان غير المجد، وما كان غير الخير. كلمة بسيطة تغير مجرى التاريخ في حياتك للتورية، كلمة واحدة غتقوليها وتكرريها وتعود تكرريها، تعود بحال النفس في نفسك، وغتعود هذه الكلمة تحيل لك الحجرة نهائيا، وغتكون مجلبة للخير والرزق والفضل والحظ السعيد. هذه الكلمة للتورية هي كلمة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، عمر بها قلبك ولسانك وضميرك، وما تنتظريش من أي مخلوق على وجه الأرض أنه ينفعك أو يقدم لك خدمة. خلي الأمل ديالك فقط في الخالق عز وجل. قوليها لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، عمري بها قلبك ولسانك وفكرك باليقين، وغتشوف إيش غيطرى لك للتورية. غتلقي بأن الله عز وجل غادي يقذف في القلب ديالك الرضا، وغادي يقذف في قلب ديالك القناعة، وغادي يقذف في النفس ديالك الثقة، ثقة بالنفس، وغادي يفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسبين. وربي عز وجل بفضله غادي يختار أجود خلقه، أجود خلقه، وغيجعلهم في الدائرة ديالك. أجود الخلق، غيجيب لك الله تعالى ناس طيبين، ناس فضلاء، ناس كرماء، ناس قلوبهم من جوهر، ناس أثرياء، ناس في مقام عظيم في السلطة، وغيجيبهم الله تعالى في الدائرة ديالك، وغادي يلقي محبتك في قلوبهم، وغادي يخدموك، غادي يخدموك، وكل شيء غيتصوب لك بأمر الله. كلمة واحدة تغير مجرى حياتك، أكثر منها يا أختي ثورية. قولي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، حتى تبغي تخرج منك وانت بدون إرادة منك كتكوني ساكتة كتقولي لا إله إلا الله. هذيك اللحظة بحال الشعلة، غتشوفي بأن الوجود يخضع لك، وأن رب الوجود يسخر لك جنون السماوات والأرض، وما يعلم جنون ربك إلا هو. أسأل الله الكريم للتورية أن يعطيك العزة والكرامة والمجد،
وأن يغنيك من فضله وجوده وكرمه، وأن يجعلك من أهله وخاصته، ويحفظك الأولاد والبنات، ويعيد زوجك الغائب قريبا يا رب. اللهم ارجع إليها، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. اللهم عجل لأخت ثورية بالفرج. اللهم أمين يا رب العالمين. نتحول من بركان إلى بنقرير مع أختنا نعيمة. السلام عليكم للا نعيمة. السلام عليكم عمي كرايبان هذا. يا هلا، مرحبا بك. الله يحفظك ويزيد لنا في العمر ديالك. راه كنشكرك على البرنامج. العفو لالا نعيمة، الله يعزك لالا. الله يحفظك. انا بغيتك دوي تدعي ليا مع واحد الدري ما بقيتش تنعرفو. والله ما بقيتش تنعرفو انايا كيفاش نو داير. اش كيفاش كينزل ليا ليدو وكيخرج كيدور بزاف، ما كيجي حتى نص الليل، وانا مريضه بزاف واثر فيا الدري بزاف. ما شاء الله. شحال العمر ديالو لالا نعيمة؟ 16 عام وطالع في 17، دابا عنده 16 وشهرين هكا. ما شاء الله، الله يصلحه يا رب. 16 عام وشي شهرين. نعم. لالا نعيمة، انت مرتبكه شويه الله يحفظك. الوالد ديالو كيتكلم معاه، الوالد ديالو عنده السلطه ديال الاب في الدار، ولا شكون من كيسمع وكيخاف؟ واش من الام ولا من الاب؟ ما تلا يخاف من حتى واحد، صافي ما عرفنا مال. واش حد يدي الطبيب دوز لي كان عمل ولد تحيدو ولا شويه، او الثاني ناض عليا داك الشيء ما عرفتوش اشنا هو، ما عرفتش. ما شاء الله. وكيقرا ينعس ما يشوفو كيخرج برا وكيتزير وكيبيت يدو مع الوحده السبيطار تيديروا لي اكسجين تردو. لا شاكي لا امي كريبان، لا اله الا الله. يا الله يا ربي، الله يشافيه. لما ادعي ليا معاه راه هو اللي عندي. الله يخليه لك لنائمة. اش قالوا لي الاطباء لنائمة؟ اش قالوا عليه؟ باش يقولوا لي واحد كان فتح لي ليد وقال لك عنده ميكروب، واحد قال لي ما عنده والو، ما عرفتش والله ما تلف. في المنام ديالو اختي نعيمة، نعيمة في المنام ديالو ملي كينعس كينعس مرتاح ولا كيحلم شي احلام كيغوت بالليل؟ قال لك كنحلم شي حلم، قال لك كيجيني شي حد يبرك عليا. وانا هذيك الحلمه كتكرر عندي تانا، كيجيني داك الشيء تيبرك عليا تانا، كندوز تانا شي ايام بكير ما عرفناش هادشي اللي عندنا. الله يشافي يا رب، الله يشافي لالا نعيمة يا رب، تشافي وتعافي يا رب. الله يرزقكم المعافاة من الرحمن سبحانه وتعالى. يا رب الله يمتعكم بالصحة والعافية وتمام العافية. لا إله إلا الله. الأخت نعيمة، هذا الحالة ديال الوليد ديالها، هذه حالة كتصيب مجموعة ديال الشباب في سن المراهقة، بداية المراهقة، كتكون المراهقة النفسية والمراهقة الفكرية والمراهقة الجسدية. الانسان كتخلط عليه ديك الامواج ديال المراهقه من نواحيها الثلاثه، لكن المراهقه معروفه بقواعدها، علماء النفس والتربيه كيعرفوها وكيفهموها. لكن الغريب هو انك تكون واحد الحاله اخرى غير مدروسه في علم النفس وعلم التربيه، هي حاله روحيه كتصيب بعض الاولاد في هذا السن ديال 16 سنه. الا كانوا بنات كتجيهم بحالة ديال شخص معين يأتي إلى فراشهن ويحاول مضاجعتهن، وكتكون البنت كتغوت وكتبكي وكتنفر وكتهرب وكتحشم تقول، وهي عندها حالة مس. والأولاد كتجيهم حتى هما واحد الحالة كيف قلتي، واحد الحاجة ثقيلة، هذه كتسمى بحال بغطاط. بغطاط هذاك واحد الروح خبيثة حقارة كتحقر كتمشي عند بني الإنسان، هم من الجن كيمشوا عند الانسان اللي هو يا دمو حلو وكتشد فيه العين، كيقلبوا عليه وكيبداو يجيو لعندو باش يحاولوا ما امكن انه يفزعوه. وعندهم واحد القدره يطيح عليه بحال البطاله، يطيح عليه في الليل كيشعر بان فمه توقف، لسانه وقف، واحد الثقل عظيم في طن ديال الاثقال 100 كيلو نزل فوق منه وكيبقى يترعد. ملي كيفيق هذا الولد او هذه البنت كيفيق هو عقله خاسر. أول ما كيبغي كيبدي متمرد على العائلة، متمرد على الأوضاع، كيهرب. ربما الوالدين لكانوا عندهم واحد الدرجة عليا من الوعي كيدوا عن طبيب، ربما يقدر يديروا لي بعض التحاليل، لكن هذه الأمراض الخبيثة اللي هي روحية راه ما كتبانش في التحاليل، راه تمشي على الطبيب يقول لك سليم، لأن بنيته الصحية الجسمية سليمة، الجانب الروحي كيحضر وكيغيب. الأرواح الخبيثة كتحضر واحد اللحظة معينة ثم كتخرج في حالها الطياره، كتمشي في حالها. اللحظه اللي كديها نتاع الطبيب كيكون هو سليم،
يقول لك الطبيب هذا السيد عنده غير الاوهام، هذا عنده غير العصب، هذا خصو غير العصا، ولكن هو مسكين اللي حارف بالحركه ديالو. العلاج انا لنعيمه بسيط، حنا مشينا على الطبيب درنا الادويه الله يسهل ويبارك، الا قدر الله تعالى باقي العلاج ما نفعش الدواء ديال الطبيب، راه كنستعملوا لنعيمه العلاج بالقران الكريم وبالرقيه، لان هاد الاولاد في هاد السن كاين اللي كيبان فيه واحد الجمال، يلاه كيبدا يكبر في سن المراهقه كيزيان، وكتكون الانظار محيطه به فيضرب بالعين، كاين ربما كيقرا مزيان كيتسخر العائله باشوش، واحد اللحظه كيتصاب ما كتعرف منين جاتو هذيك الضربه، هي ضربه عين حسد، من شر حاسد اذا حسد، وكتجي حاله ديال الارواح الخبيثه الخبت والخبائث، وكيبقى مضر ما كيفهم ما كيسمع لتا واحد، ما يسمع للام للاب، عنده نزعه ديال التمرد، يتمرد على كل شيء، كيبغي يخرج لبرا وكيبغي الحريه، بغي يضيع، وكيبقى ولكن الوالدين كيبقى فيهم هذا الولد، ملي كيمشي تيمشي كيجي الجوع العطش والبرد كيرجع للدار مره ثانيه، لو توفر ليه الطعام والشراب في قنت خور كون مشى بلا ما يرجع. لالا نعيمه ما تخافيش، العلاج بسيط جدا، الام اعطاها الله تعالى واحد القدره مذهله، لالا نعيمه اذا قدرتي تفيقي في قيام الليل وتطلبي الله سبحانه وتعالى في دعائك بان ربي يصلحه ويشافيه ويعافيه، ملي يجي عندك للنعيمه استقبليه بالعناق، الريحه ديالك العرق ديالك راه في شفاء له، العرق ديال الام شفاء للاولاد. للنعيمه الا قدرتي لالا ايضا تصدقي واحد القدر ديال المال على فقراء ومساكين، واخا انت ضعيفه صدقي بما قسم الله لك بنيه ان الله يشافي الولد. هذيك الروح الخبيثه ملي كيتشوف هذه الامور كيقوم بها الاباء واولياء الاطفال والاولاد كتزير وكتخرج في حالها. طلبوا الله تعالى لنا نعيمه، الله يشافي الولد ديالك، اللهم شافيه وعافيه، اللهم داويه بدوائك يا ربي، انت اكرمت اختنا نعيمه بهذا الولد قره عينها وهبته لها فرحت به وسرت وقد بلغ الان ريعان الشباب، اللهم انه قد اصابه ما اصابه وانت اعلم به، انت ربه وانت خالقه وانت سيده وانت على كل شيء قدير، سالناك يا مولانا أن تورينا فيه عجائب قدرتك، اللهم شافيه وعافيه وبارك فيه ورده إلى أهله ردا جميلا، اللهم عاجلا غير آجل، اللهم آمين يا أكرم الأكرمين. وغنتحولوا من منقرير إلى ورزازات مع أخينا السي حسن. السلام عليكم السي حاج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خويا. نهار كبير هذا. الله يكبر بك مولاي. نهار كبير هذا، الله يجزيك بخير السي الحاج. يا مرحبا سيدي حسن. الحمد لله بخير، عمي الحاج بيت دعي معايا الله يرحمه ويهدي. يا ربي يا كريم. الله يجزيك بخير، عندي واحد المشكل. نعم سيدي. شريت واحد الطاكسي عند واحد السيد. نعم. شريتها عنده، خلصته في الاخر اسمي مشى للمحكمة القضائية الاستدعاء في المحكمة بأنه هو ما تخلص، انا عطيته الفلوس قدام عائلته والوالدة ديالو والوالدة ديالي، في الاخر نكرني لي وما حلف لي في المحكمة قال لك ما خديت. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الزيد اليمنى قال لك اقسم بالله انا ما خديت والو، انا عطيته. نعم. وقال لي وتمحنت، ما تمحنت بزاف باش بدا دوك الفلوس اللي عطيتهم لي، قال لك راه ما شديتش. لا الا وكانوا الشهود السي حسن. نعم سيدي. كانوا الشهود حاضرين. كاين الوالدة ديالو واخته واخوه. وهاد العائله مشيتي تكلمتي معهم باش ربما يحشم منهم ويبدلوا؟ مشيت عندهم قلت لهم الله يجزيكم بخير هادشي اللي درتو معايا كذا، قال لك حنا راه شوف مع الدري، قلت له الدري حضرتو معايا النهار الاول، حتى ما هدرتي حتى ما هدرت فيكم الثقه النهار الاول. نعم. ما عندي ما ندير لكم مازال. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. سي حسن اخويا الله يفرج عليك اخويا. الله يجزيك بخير سي الفقيه، الله يجزيك بخير يا رب. شي دواء عندك يا ربي. سي حسن اخويا ولا لا يحسبن الذين ظلموا ان الله غافل عما يعملون، ما يحسبوش بان الله تعالى غافل، راه الانسان ربما يقدر ينجو من المحكمه، يقدر يتخلص من رجال الامن، يقدر يبدل ويغير كيف بغى، ولكن امام الله عز وجل ما يقدرش. نعم اليوم السي الحاج راه من المحكمه لعائلتي كاع مريضه كامله. لا حول ولا قوه الا بالله. معايا الوالده مسكينه صافي تصدمات، قالت لك واش السيد حلف؟ قلت لها حلف. قالت لك حنا راه
علاش حنا ما درنا معاه كون نهار الاول علاش كذا كتب تاعنا انا ما نقدرناش نود الوداع فلوس راه شدهم ونكرنا لا اله الا لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله هذا مؤسف للغايه كيقول رب العزه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يوخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم الناس اللي كيظلم كيظن ربما انه قادر انه يغير الحقيقه قادر ربما انه يفلت من العقاب الدنيوي قادر سهل ما هو القانون القانون هو مجموعه من القواعد وضعها البشر وسهل جدا انك تراوغ هذا القانون سهل جدا هناك ربما خبراء درسوا فقه القانون وأصول القانون وعندهم قدرة على أنه يغير ما يسمى بالصفصطة الصفصطة كانوا في العهود القديمة عند اليونان إثبات الشيء ونقيض في أن واحد لكن العبرة ليست بالقانون وفقه القانون ولكن بمراقبة الله عز وجل الله تعالى يسمع ويرى ويحاسب لا تحسبن الله غافل عما يعمل الظالمون إلا كان لك السيد فرس أكسي حسن راه ما كان لك شيء راه غير خبه لك إلى الدار الأخيرة تا حاجة ما غضي عليك نهائيا نهائيا المال اللي ضاع الإنسان اللي هو مظلوم لن يضيع في الأخيرة ربي عز وجل أخبرنا ما الذي يقع هو أنه في المحشر الناس يبعثون في أرض غير هذه الأرض لم يعصى الله عليها قط ويحشر الأولون والآخرون بالملايير ديال الملايير ديال الملايير ديال الخلق منذ عهد آدم إلى قيام الساعة شوف شحال ديال الحضارات ديال الأمم الأشوريين والفينيقيين والإغريقيين والويندال والحضارات العربية والغربية شوف شحال ديال المخلوقات الصين والهند والأفارقة شحال ديال المخلوقات غيتبعتوا ظالم غادي يهز داك المظلومية وكيقلب على داك اللي ظلمه كيقلب عليه والشمس تدنو من الرقاب بمقدار شبر الشمس غتجهد الرقاب ويوم الزحام يوم الزحام هاز ديك البركه اللي داليك كيقلب عليك فينك افلان ما غيلقاكش كتلقاك يمشي لسنوات وهو كيتجول في الازدحام عطش وهاز ديك البركه كيقلب على مولاها وإلى لقاك تقدر ترفضها منه ويعذب بها الله يحفظنا وإياكم كلام مخيف في أهوال يوم القيامة لا نريد أن نذكره باختصار شديد أن الذي يأكل أموال الناس راه العلامة كتبان لي في الدنيا أول ما كيبان لي في العلامة ذاك المال الحرام إذا أكل منه لا ينتفع به يتحول إلى مرض كيعود جسمه كله هو يتحول إلى مستنقع للأمراض المال الحرام كيعود طعامه مرض إلا مشى أي مكان الأبواب مغلقة اللي انفقها من ذاك المال الحرام هل زاكسيدو هل حوادث هل مصائب هل نكبات بسبب ذلك المال الحرام عمره ما كيكون مبارك لأنه مسلوب وممحوق البركة والعياذ بالله وانت سي حسن درت النية وصبرتي ما تخافش أخويا ذاك المال اللي مشى غادي يرجع لك الله حسن منه غتبقى تقول يا أخي حسن أتقول حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل وربي عز وجل غادي يرد لك ذاك المال في القريب العاجل الله تعالى من أسمائه الرزاق ومن صفاته الوهاب الكريم الجواد إذا تجلى عليك بالكرم والجود والعطاء والله ما تخاف ربي سبحانه وتعالى غني عنده خزائن السماوات والأرض لكن سي حسن الخطأ اللي ارتكبتي هو أنك في المعاملة المالية كان المفروض أن الإنسان يكتب ويكون أمام الشهود شهود عدول من غير عائلتك وعائلته شهود آخرين باش تكون القضية مضمونة أو تأخذ ضمانة ربي عز وجل قال في كتابه العزيز إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب كيبقى يكرر الله عز وجل الكتابة التوثيق باش لنكرك غمشي للمحكمة نقول لها هو الوثيقة لكن القضاء كيقول لك لا يحمي المغفلين انت ماشي مغفل انت درت النية واللي كيدير النية ربي غادي يربح انت درت قول الله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ربه هو الله يغفر لنا وله إلا كان في الاستماع لعل ضميره يستيقظ لعل نفسه الأبية
تحاسبه ويتصل بك ويردك رزقك بلا محكمة بلا 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 مباحث، لأن الله عز وجل هو الرقيب الحسيب. أسأل الله أخي حسن أن يعوضك خيرا في القريب العاجل ويفتح لك باب الرزق الوفير الكثير، اللهم آمين يا رب العالمين. وغنتحول من ورزازات إلى الدار البيضاء مع أخينا السي سعدي. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لالا السعدية يا مرحبا بك لالا. الله يطول عمرك يا سيدي، كما كتنورنا الله ينورك. الله يشد لك صحيحتك وطول عمرك. الله يرفع مقامك لالا السعدية. الله يبارك فيك. الله يخليك، عندي واحد السؤال. نعم. عندي الأخ ديالي عنده شي فلوسات مبلوكين في البنك. نعم. وكيرجعوا له الفائدة. نعم. وديك الفائدة عطاها الوالدة ديالو. واش هو عايش معها في الدار؟ واش كتسقسيك الله يرحم لك الوالدين، بغات تعرف واش هذيك الفائدة جايز تصرف عليها هي ولا تصدقها هي تعطيها لشي حد اخر؟ اياها لالا، الى سعيدة يا ربي، الله يتقبل منكم لالا. اياها لالا. وواحد ونطلب منك الله يخليك الدعاء، الله يرحم الوالدين، واحد الاخ شويه عيان والوليدات حتى هما والجوز ديالي. الله يا ربي يا ربي، الله يحفظكم جميعا، الله يحفظكم دنيا واخره. الله يحفظكم جميعا لالا سعيدة. شكرا لك لالا سعيدة. هذا سؤال يتكرر كثيرا، الناس كيسولوا عليه، قضيه الابلاك والفوائد البنكيه. نعم، فيها مثال كثير والعلماء تكلموا فيها كثير. ممكن لالا سعيدة نلخص لك الكلام في جمل معدودات. كاين واحد التيار فقهي ديال علماء اجلاء قالوا بان الفائده البنكيه كلها هي محرمه، واعتبروا بالحديث النبوي الشريف كل قرض جر منفعه فهي ربا. هذا راي اول، هو راي الجمهور ديال العلماء قديما ومعاصرا. قديما ما كان هناك أبلاك، الأبلاك هي حديثة والعلماء اجتهدوا فقالوا واش الفائدة البنكية هي الربا المحرم أم لا. هذا سؤال فقهي منهجي، سؤال هل الفائدة البنكية هي الربا المحرم المذكور في القرآن؟ نحن نعلم جميعا بأن الربا محرم في كتاب الله، حرمة مغلظة، لكن واش الفائدة البنكية هي الربا المحرم أم لا؟ هذا اجتهاد فريق عريض من العلماء، قالوا نعم الفائدة البنكية هي الربا المحرم. ومن ثم قالوا بأن هذاك المال ما ناخذوش نهائيا، ما نوقعوش على ذاك العقد. ملي غنمشي للبنك وغندير واحد العقد غادي يقول لي بأن شحال نسبة الفائدة عندك، 2.5% 4.5%، ذاك التوقيع قال لك لا أفعل، لعن الله في الربا كاتبه وآكله ومؤكله وشهيديه، هذو كلهم ملعونين، لعن الله في الربا. هذا الرأي الأول ديال العلماء. رأي ثاني ديال العلماء وحتى هما أجلاء وعلماء عندهم بصر وعندهم إدراك، قالوا بأن الربا محرم مطلقا، لا جدال فيه ولا نقاش، هذا من ثوابت. ولكن هل الفائدة البنكية اللي كاينة اليوم في الأبناك اللي هي ظاهرة جديدة لم تكن عند القدماء من علمائنا وسلفنا الصالح، واش هي محرمة أم لا؟ هنا قالوا كلام طويل، خلاصته بأن هاد الأبلاك إنما هي كتاخذ أموال الناس وكتاجر فيها، كتدخل فيها في مشاريع اقتصادية كبرى، لأن الإنسان بوحده ما يقدرش يدير شي مشروع كبير. عندنا شركات اللي هي عابرة للقارات، وشركات اللي كدير واحد المشاريع ضخمة وفخمة كتطلب مئات بل الملايين والملايير، ما يمكنش تحصل عليها إلا بأن كل مواطن كيوضع واحد النصيب من المال ديالو في ذاك الصندوق البنكي وكتجمع. فقالوا بدم أن هذا الشطر من النشاط الاقتصادي البنكي يقوم على التجارة، فقال لك هذه تجارة والفائدة المحصلة عليها هي نصيبك في الربح، صعب جدا ندير واحد النصيب معين في الربح. هذا رأي، لأن البنك عنده مجموعة أنشطة، كاين واحد النشاط قائم فقط على المداينة هذاك ممنوع، وشطر اخر قائم على التجاره على المرابحه، فكيقول لك هذا الشطر هو اللي كتدخل فيه الفائده مباحه. فكيبقاو ديما عندنا رايين، الراي الجمهور الاوسع هو بالحرمه، وراي اخر ديال العلماء معتبرين واجلاء، ماشي انصف العلماء، علماء اللي كيشوفوا الفقه المعاصر، قالوا بان الامر مباح في غياب ابناك اسلاميه اللي كتعامل بالامور العاديه.
دابا الان الاخ ديالك عنده هذا القدر ديال المال، الا خلاه في الدار غيتسرق ولا غيتحرق ولا يتلف لا قدر الله. هذاك المال حطه في مكان امين هو البنك، وهذاك البنك ملي بقى البنك راه خدم به راه تاجر به ودخل به ارباح كثيره. هو الا خلاه مفتوح سواء خلاه مفتوح او بلوكار البنك خدام به خدام به، فهو ديك الفائده كياخذها. البنك مؤسسه نقديه غنيه، الا خليت لها ديك الفائده فهي غنيه غتزاد غنى. بعض العلماء قال لك على الاقل ديك الفائده ناخذها من البنك ماشي ليا، وانما نعطيها للفقراء. لماذا حرم الله الربا؟ لان هناك الجشع ديال الاغنياء ضد الفقراء. وانا الان بهذا الصنيع كنناقض هذه القضيه، كناخذ ديك الفائده من البنك اللي هو مؤسسه نقديه غنيه وكنتزعها وكنعطيها للفقراء والمساكين. يعني المقصد الشرعي اللي بغى الله عز وجل هو ان يؤخذ المال من الغني ويعطى للفقير حتى لا يبقى الجشع عند الاغنياء. فانا بهذه الطريقه انما اتماشى مع المقاصد العامه للشريعه. غير العلماء قال لك هذا المال ما نعطيش لنفسي، ما نعطيش لمن اعولهم. شكون اللي كنعولهم؟ انا اعول نفسي وزوجتي ووالدي واولادي، يعني الاصول والفروع. الاصول نوبه والفروع اولادي وزوجتي طبعا، فهادو ما نعطيهمش من ذاك المال ديال الفائده. علاش؟ حيت ديك الفائده كيقولوا بانها نتن. الزكاه ما نعطيهمش منها. الزكاه ما نعطيش لوالديه ولولادي. علاش؟ لان الزكاه اوساخ الناس، هكذا جاء في الحديث، الزكاه اوساخ الناس. ما نعطيهاش لوالديه ولولادي، نعطيهم من طيب مالي من حر مالي. اما الزكاه نعطيها للفقراء والمساكين. قياسا غنقولوا بان الفائده ما نعطيهاش للوالده ديالي، والوالده ديالي نعطيها من حر مالي، من الاصل المال نعطي للوالده، نعطيها كل شيء تكتفي على خاطرها. ولكن الفائده هي اوساخ جرى هذا المال نتخلص منها، ما نرماش في البحر، ما نحرقهاش، ما نتلفهاش، وانما اعطيها لمن؟ لفقراء ومساكين محتاجين. ما نقول لهم فائده، نقول لهم هذا مال مال الله، خذ هاك ووسع عليه. ولا السعديه الا كان افضل يحيد ما يعطيش للوالده ديالك من الفائده، يعطيها من حر ماله، وديك الفائده يقلب على مقربين، شي واحد من المقربين ديالو فقراء. لان الصدقه او الاعطيه الا كانت على المسكين صدقه، وعلى ذي الرحم صدقه وصله. الا كان شي واحد ولد خالتي ولد عمي ولد عمتي جاري وفقير نعطيه منها، نحل له مشكله من المشاكل ديالو، عنده الكرا، عنده الضوء، الماء، عنده الدواء، كنعطيها ليه دبر راسو حر. ما نقول لي فائده، نقول لي هذا مال الله. وهذا هو الراي اللي هو يا اقرب الى الصواب بحسب الاراء الفقهيه. وكاين الراي اللي هو كيقول لك حرام وكيسد الابواب نهائيا، ولكن الواقع المعاصر يفرض على الناس مجموعه من التوجهات، والفقه الحي هو الذي يقارن بين الضرورات والحاجيات والكماليات. اسال الله تعالى ان يتقبل منا ومنكم لنا سعيده، وان ينبهنا بأخطائنا، فإن كنت ما قلته صوابا فمن الله، وإن كنت قلته خطأ فمني من نفسي ومن الشيطان. لالا سعيدة، الله يحفظ العائلة والأحباب ويشافي الأخ، ويبارك الله في الأولاد، ويبارك الله في الزوج، ويجمع الشمل ديالكم ويحفظكم ويغنيكم من فضله. اللهم أمين يا ربي يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونواصل أيها الأحبة الكرام هذا اللقاء المفتوح، وننتقل اللحظة من الدار البيضاء إلى أرفود مع للا عيشة. السلام عليكم للا عيشة. دكتور السلام عليكم. مرحبا بك للا. إذا إلا بس عليك. الله يبارك فيك للا. فرصة هذه يعني باش خذت لي معاك شحال وانا نشدو ما باش بعيد شد. اسمحي لنا للا عيشة، مرحبا بك للا. الله يسعدك، تهزي معايا ومع الزوج ديالي. يا رب. راه مريض الله يسهل عليك. يا رب يا كريم. الحين راني شويه كان ترعب في الهضره، اول مره كنشد معاك. مرحبا اخت عائشه. اش باش مريض الزوج ديالك الا عائشه؟ تعاين مع واحد الولاد ديالها حتى هي مريضه. الله يشافي الجميع يا رب. انا طلع واحد الولد بقات ماساه عليه بزاف، عافاك بعينها الله يدخلها الصبر. الله اكبر، الله يهدي مسكينه، الله يحسن عوانها. صعيب صعيب كثير. موت فلده الكبد. الله يسهل عليك اسيدي. يا ربي كمل العيشه، الله يحفظك لالا.
الله يسهل عليه بجو خدمه وصحه والسلامه راهي كاع باذن الله. لاله عائشه باذن الله. لاله عائشه تبقي معنا في ختام الحلقه باذن الله، وكندير واحد الدعوه جماعيه وان شاء الله يكون لك فيها اوفر النصيب بفضل الله وجود الله والتامين ديال المستمعين والمستمعات اللي كيبقاو معنا حتى ختام الحلقه. لاله عائشه كنشكرك على النيه ديالك الطيبه والمكالمه ديالك في هذه الساعه المباركه. اكيد ان الام ديالك ملي فقدت وليدها اكيد بانها غتبقى مجروحه. ما سهلش لاله عائشه ملي كتفقد الام فلدت كبديها لن تنساه، مستحيل ان تنساه، كتبقى دائما مكلومه وكتبقى دائما مجروحه وما ينسيها الا ان ذلك الولد اللي ضاع لها راه هو في ضيافه الرحمن، هذا اللي غينسيها. الا اعتقدت بان هذا الولد ديالها اللي ضاع منها وهي مجروحه وكتبكي عليه الليل والنهار وما نساتوش، خصها تيقن بان ذاك الولد ما ضاعش، انه في ضيافه الرحمن، انه فعلا في قبره، ولكن القبر قاعه انتظار، القبر ليس الا قاعه انتظار، وديك قاعه الانتظار ما فيهاش الزمن، ما فيهاش كل نهار ب 24 ساعه، لا، الزمن اللي كان في القبر غير الزمن اللي كيحكمنا احنا فوق الكوكب الارضي، بدليل على ان يوم القيامه الناس ملي غيخرجوا من قبورهم غادي يسحبوا يالله ماتوا البارح. قالوا كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. غيضون ديك المدة كلها اللي قضاها في القبر يالله يوم أو بعض يوم. وفي الحديث إذا مات ابن آدم قامت قيامته. أنا ملي غنموت غنحسب راسي بأن القيامة الغد اللي قامت، وخا تبقى 5000 سنة، وخا تبقى مليون سنة، غتحس بأنك يالله متي البارح وجات القيامة غدا. إذا مات ابن آدم قامت قيامته، علاش؟ حيت الزمن ما كيبقاش، كيعود الزمن محدود جدا نسبي جدا. فقل الأم ديالك لا داعي للانزعاج، ملي كيموت شي حبيب فعلا كنحزنوا، الفراق صعيب، ولكن المؤمن يوقن بأن الفقيد في ضيافة الرحمن معززا مكرما، وسوف نلتقي في الخلود الأبدي. فما ينفع الحزن، اللي كينفعه هو الدعوات بالرضا وبالرحمة وبالبركة، وتبعت لي الحسنات، التسبيحات وتكبيرات وتلاوة القرآن، هذا اللي ينفعه. أما الحزن والبكاء لا ينفع. لالة عائشة الله يشافي الوالدة، الله يطيب قلبها، والله يرحم الأخ ويجد عليه الرحمات، ويعطي للزوج الصحة والعافية وتمام العافية، والله يعطي شي رزق وفير وشي عمل مبارك. وما كتمنوا لالة عائشة في قلبكم وضميركم الله أعلم به، الله يعجل لكم بالفرج، اللهم أمين يا ربي يا كريم. ونتحول من أرفود إلى مراكش مع سر قراقي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا دكتور؟ حياك الله سير قراقي، يا مرحبا. في الحقيقة كاين واحد المشروع قانوني خاص في البلاد عندنا، كيخصكم نتوما سيادتكم نتوما اللي تمثلوه تكون وزير السعادة. الله يرفع مقامك، الله يكبر بك اخويا. لا اخويا بغينا هنا غير السترة والسلامة تمشوا عند الله تعالى مستورين. الله يرفع مقامك سير قراقي. يا اخي بارك الله فيكم وعلى مقامكم. تكونوا في هذا المنصب هذا باش تخولوا الناس ديك الراحة ديك الطمأنينة اللي كيخص الناس، الناس خصهم غير اللي يشد بيدهم، غير اللي يشد في المسامع ديالهم بهذا الكلام الطيب والحلو والرقيق كيدخل، ماشي غير القلب وإنما يطهر النفس. الله يرفع مقامك. وبيكون واحد الدافع قوي باش كيمتثلوا بزاف ديال الامور كانوا بعاد عليها او منحرفين عليها. لا اله الا الله، شكرا لك السر القراقي. هذا كلامك جميل ومجمل جميله، ولكن كلامك كبير بزاف السر القراقي. استغفر الله. الله يرفع مقامك، الله يكبر بك اخويا ويعطيك العز والنصر والتمكين في الارض وفي السماء يا رب. بارك الله فيك يا رب، بارك الله فيك، بارك الله فيك. انا في الحقيقه جد فخور انني اتصلت بك اليوم، لانني منذ فتره كنت كنحاول نتصل بك ولكن الخط ما كيشدنيش نظرا لاكتضاد المكالمات. اسمح لينا اخويا السر القراقي، اسمح لينا. الله يرفع مقامك. بارك الله فيكم اسيدي، الله يطول عمرك. فالحقيقه بغيت منك غير واحد الدعاء، شي دعاء زوين. لا اله الا الله. هذا ما كان طلب التصاوير يا رب ديالكم الخاص اذا كان ممكن. يا الف مرحبا اخويا القراقي، يا الف مرحبا، يا الف مرحبا، يا مرحبا. انا غندوز لك الستوندار عند اخونا المخرج السي صابر، راه تا هو مراكشي
تو مراكشي هي مقيم في الدار البيضاء ان شاء الله يعطيك رقم تليفون وتوصلوا ان شاء الله فيما بعد السيد الكريم. الله يجزيك الله يعطيك القبول اخويا الله ينورك بنور الله. الله يطول عمرك كيما راك منور ميد راديو. شكرا لك السيد الكريم حفظك الله ورعاك وجعلك الله تعالى من اهله وخاصته من الادعيه الطيبه اللي يدعو بها الصالحين. الدنيا فايته ما تسوى والو، انسان ما عمرو بيقلب على شي حاجه في الدنيا، يقلب على الله تعالى وربي غادي يكرمه من عنده سبحانه وتعالى. الدعوه لك يقول الصالحين اللهم اجعلني من اهلك وخاصتك، هذه اعظم 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 دعوه ممكن تدعي بها لحبيب او قريب، قل اللهم اجعله من اهلك وخاصتك. فالسنغراكي اسال الله الكريم ان يجعلك المولى عز وجل من اهله وخاصته ومن حزبه. ألا إن حزب الله لا خوف هم المفلحون. الله ينورك بنوره ويفتح لك بفتحه ويجعلك الله تعالى من أهله وخاصته ورزقنا وإياكم حسن الخاتمة. الله رزقنا وإياكم في آخر أنفاسنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ونسأل الله تعالى أن يصلح لنا ديننا اللي هو عصمة أمرنا ويصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي لا معدنا. والله يجعلك السر جناكي من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أنت والعائلة جمعاء. شكر الله لك أخي الفاضل وحياك وبياك. وغنتحولوا من مراكش إلى الدار البيضاء مع لالة نجمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سيد الحاج. حياك الله لالة نجمة. لاباس عليك. الحمد لله نشكروه. ثلاث سنين وزياده سيد الحاج وانا كنحاول نتصل بك. لا اله الا الله. مني كنتو كديروا البرنامج الاخر بالنهار. ما شاء الله سمحي لنا اختي نجمه ارجوك ارجوك. نبوسك فوق راسك لاله نجمه الا ما سمحي لينا. يا ربي الله يجعل لك في كل رنه وفي كل محاوله من الاجر والثواب ما الله به عليم يا ربي يا كريم. يا ربي امين ربي اللي عالم والله كنحبكم في الله. اعزكم الله لاله نجمه. عفاك سيد الحاج انا بغيت نعاود لك واحد المشكل عندي. مرحبا. اول حاجه بعدا بغيت نطلبك تطلب معايا ربي يعاوني على قيام الليل. الله 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 لان انا بتعاوننا جميعا قيام الليل باغي قيام الليل وما كنوض مره وما نوضش الفجر كنوض مره ما نوضش ما عرفتش شنو اللي كيحبسني واخا كنكون فايقه ما نوضش. لا اله الا الله 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 يعاوننا جميعا على اللي بلغ واحد الوقيته وكنعاود عاوتاني ما كنكملش. لا من رحمه الله ربي عز وجل من اللي كيحب العبد المؤمن يقومه وكيقول له نوض ومن اللي كيشوف العبد المؤمن عيا وتعب وعنده مسؤوليات في الدنيا كيقول ليه نعس امنه منه سبحانه. الله شنقول لك اسيد الحاج انا عارفه راسي ان الخلاص ديالي في قيام الليل وعييت والله القسم عييت وتضلحت هذه الثلاث سنين وانا في واحد المعاناه ربي العالم بها. الله يفرج عليك لاله نجمه. امين. اش وقع لك لاله نجمه؟ الله يفرجها على الجميع يا رب. هكا اسيد الحاج انا كنت شحال هذا اتصلت بك كنت يلاه جايه من واحد الجلسه ديال الرقيه. اييه. وكنت قلتي لي هانتي حبسي الرقيه وداك الشيء وبقاي ديري غير الذكر. اييه. عند دابا كنصلي الصلاه ديالي في وقتها وكندير الذكر وكل شيء. نعم. غير هي عندي واحد المشكل دابا انا ملي كنسمع الرقيه اولا كنش حد يقرا عليا اولا نسمعها. نعم. كنتخنق. نعم. كنتقج كنولي شنقول لك كنولي على حسك وحس المسلمين خصني نتقيه. ما شاء الله. وديك التقيه ما كتبغيش تخرج ليا. ملي كتبغي تخرج هي كتقجني. ما شاء الله. اختي كتقجني تنقول لك اسيد الحاج راه العلي سلطها على مسلم راه كنولي. اي اختي. كنولي يعني النفس. شي حاجه شداني من هنا كتقجني وما باغاش تطلع. الله يحسن عوانك لاله نجمه. وكنبقى نمرض غير ديك الكشكوشه والمرار. الله. وعييت ما خليتش نمشي تعييت وذاك النهار اللي كنت درتي فيه الدعاء ديال التحصين. اييه. انا حيت كنستمع لك دائما في الليل انا جالسه وانت كدير الدعاء وانا كنامن معك تقجيت. لا اله الا الله. تقجيت وصافي الليل كله انا يا شنقول لك فمي في الصال خصني نرد وديك الردان ما كتبغيش تخرج وكنبقى كنبقى غير كنتقرع. لا اله الا الله. دابا انا عندي ولا عندي واحد المشكل دائما ان العشاء ما كنقدر لا نتعشى لا والو. نعم. الماكله الا بغيت نغلبها على راسي ناكل كتغلب عليا ديك الماكله كتزيرني كتخنقني. ما شاء الله. واحد الضيقه عندي في النفس ديالي ديما ما كتحيدش. ما شاء الله. ما خليت رقيه ما خليت دابا الطبيب انا وليت كناخذ الدواء ديال الاكتئاب وليت كناخذ على حساب ديك سميتو. نعم. العكس
ما بقيتش فهمت حتى شي حاجه. عييت. لا اله الا الله. كنوض في الليل ونحاول نصلي وفيما يقدرني الله نوض كنوض وكنصلي وكنطرجى لسيدي ربي. والله القسم ما بغى شي حاجه في الدنيا، راه كنطلب ربي غير الستر ديالك. لا اله الا الله يا رب، استرنا جميعا يا رب. لا اله الا الله. عييت ما نكذبش عليك سيدي الحاج، ما بقيتش عرفت. لا حول ولا قوه الا بالله. الرقيه ولا الرقات خصك فلوس 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 كل ساعه. وانا وصلت لواحد النيفو اللي تلفت على كل شيء. لا حول ولا قوه الا بالله. الخدمه ديالي ما بقيتش كنخدمها، وداك الشيء اللي عندي كله كنمشي نديه نمشي بالرقيه كل يومين غادي خصني نحط 100 درهم ولا حتى وقفت. لا اله الا الله. لا اله الا الله. الله يفرج عليك اختي يا رب. لا اله الا الله. الله يفرجها على الجميع يا رب. يا رب يا كريم يا رب يا كريم. والله القسم صافي لكس. انا دابا السن ديالي 38 سنه. نعم. الزواج ما بغاش يسري نهائيا، يعني فيما كيوصل هذا الموضوع ديال الزواج كيبقى وقعوا معايا شي حوايج ما فهمتهمش. الوجه ديالي كيولي زراق وكيولي تبدل. ما شاء الله. خايبه في الليل. ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. ما كاينش حتى اللي غيفهمك. فعلا فهمك ولا غيساعدك ما كاينش. لا اله الا الله. والديك في الاخر ولاو كيقولوا لك هي انت مره منفوسه راسك. ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. ما شاء الله. الله يشافيك اختي يا ربي يا كريم. الله يشافيك ويعافيك ويداويك يا ربي يا كريم. انا كنت شحال هذا من الصغار ديالي. نعم. كنت كنحلم مرة ديك هكا كما قلتي في البداية الحلقة شي حد باغي يكون معاك في الفراش، وكان جيت نقول الوالدة راه كنحلم وكنحلم وانا صغيرة ديك الساعة ما فاهماش شنو المعنى ديال الحلم. نعم. وكتقول لي ان راه هي شي اعصاب ولا شي حاجة، وانا ما من غيجوني الاعصاب ديك الساعات ديال 14 عام ولا دابا ما عارفاش شنو. لا كنحلم براسي مثلا غاديه في شي طريق مزيانه شويه كنلقاها قدامي كلها غيس ولا مقطوعه ولا شي غابه هاربه، ديما الوحوش تابعيني وانا هاربه منهم. ما داكشي مازال دابا مع الرقيه شويه، يعني هذاك الاحلام ما بقيتش كنحلمها. هي النفس ديالي دابا ديما ضيقه واموري معكسه ما فهمتش. ما شاء الله اختي نجمة. الله يشافيك ويعافيك يا رب. الله يرفع عليك هذا البلاء. الله يرفع عليك هذا البلاء يا رب يا كريم. ما شاء الله. كنشكرك اختي نجمة، كنشكرك كنشكرك. ولا حول ولا قوة الا بالله. كلامك مؤثر وللأسف الشديد الحالة ديال اختنا نجمة هي حالة ديال عدد كبير من الفتيات اللي عندهم نفس الشكل. نجمة نأكد لك بأن عندك مس القضية ديال الدقرع، من اللي كيبقى يدقرع الإنسان هذه علامة على أن عنده المس الدقرع بشكل مستمر. في أول المراهقة ديال الإنسان كيشعر بأن هناك مخلوق يدخل معه في الفراش، هذيك علامة المس. المس من اللي كيطول وكيدخل الجسم وما كيعرفش كيفاش يخرج، كيبغي يخرج ما كيعرفش، هو كيوحل كيتحول إلى اكتئاب. وذاك الاكتئاب ما عندوش شي منطق نهائيا. العائله والاحباب اش كيظنوا؟ كيظنوا بان هذا ربما كيتعمد انه يتعمد التصرفات. اختي نجمه ممكن نقول لك بان الحاله ديالك استعملتي الرقيه، استعملتي الذكر، استعملتي كذا، كتقجي الحاله ديالك كلها ببساطه ممكن نسميوها عندك بلاء من الله. هذا بلاء اصابك، بلاء. العبد المؤمن هو اللي كيبتليه الله تعالى. اذا احب الله عبدا ابتلاه. وربي قال لنا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. انت اصابك الخوف، هذا الاكتئاب كي عندك خوف. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، ما تخدمي ما تدرمي ما عندك فلوس، ومن الانفس، الانفس نفسك ضيقه وحتى احبابك ما كيطيقوكش، هذه كلها ابتلاء. اللي سولك اختي نجمه ما تقول لي انا عندي مس، ما تقولي لي عندي اكتئاب، قولي انا عندي بلاء وارجو الله تعالى ان يرفع هذا البلاء. لكي يرفع الله تعالى هذا البلاء ربي اعطانا الدواء في وصفه ربانيه. قال لنا جل جلاله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا ان لله وانا اليه راجعون. هذا هو الوصفه الربانيه لرفع البلاء.
بعض المرات الانسان كيتصاب بشي شدائد وكيبقى يشخص، كيبغي يعرف اش من موديل عنده ديال الامراض. ما تشخص، اجمع كل شيء، ديروا في سلة واحدة وقل ذلك بلاء، بلاء اصابني من الله، اما مرض، اما سقام، اما ضياع اموال، اما حجرة، سمي كل شيء بلاء، اجمع كل شيء في سلة واحدة، قل اصابني من الله بلاء. هذاك البلاء كيف يزول؟ قال لك الله عز وجل ملي تكلم عن البلاء، ولنبلونكم بشيء، الى ان قال وبشر الصابرين. اول خطوة غنقوم بها للنجمة هو الصبر، والصبر مفتاح الفرج، وانما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. اصبر اصبر، ما نشكيش على الخلق، ومن نشكيش الخالق للخلق، غنقول يا ربي هادشي اللي صابني انا صابرة، اصبر اصبر اصبر. ثم قال وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا ان لله وان اليه راجعون. غنبقى نقول ان لله وان اليه راجعون، ان لله وان اليه راجعون. اصبر اصبر اصبر، ان لله وان اليه راجعون، ان لله وان اليه راجعون، ان لله وان اليه راجعون. اصبر اصبر اصبر، ما نخليش نفسي الضعف. وغتشوفي الا النجمة بان الله جل جلاله من صفاته الحياء يستحيي للعبد المؤمن او الامه المؤمنه الا كان شي شده ويناديه ان يتركه على حاله. لابد ان الله عز وجل يفرج. اذا وجد في ايمانه صلابه، ربي عز وجل كيخليه. بحالك انت للنجمه فيك صلابه، خلاك الله تعالى. لماذا؟ لانه يباهي بك الملائكه، كيقول يا ملائكتي انظروا الى امتي، اصبتها بالبلاء، اصبتها بالشدائد، راهي مازال ما غدير قيام الليل. يا ملائكة، ألم تقولوا لما خلقت آدم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ها هي ملائكتي تسبح لي وتحمد، ويباهي بك الله الملائكة. لا نجمع، أنت نجمع، رأى الوضعية ديالك، هذه المعاناة كلها، لعل الله تعالى في سمائه يباهي بك الملائكة ويباهي بك أهل الأرض. لعل الله عز وجل أراد بك عظمة ونعمة لا تدركينها بعقلك البشري البسيط. لأن ربي قال لنا وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. سول العلماء دي اللغة العربية ما معنى أولئك؟ معناها اسم إشارة للبعيد، مقامك رفيع. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. الله تعالى يصلي على من كان فيه شدة وبلاء وصبر واحتسب، بل أكثر من ذلك يقول أولئك هم المهتدون. هذا هو اللي عنده الهداية الحقيقية رغم ما أصابه. فأختي نجمة، تسلحي بالصبر، تسلحي بقولك إن لله وإن إليه راجعون، وإن شاء الله تعالى سيأتي الخلاص في القريب العاجل. اللهم يا رب يا كريم يا ودود يا رحيم، عجل لأختنا نجمة بالشفاء العاجل والشفاء التام والشفاء الكامل. اللهم اجعل هذه الليلة يا رب يا رحيم يا ودود يا كريم، اجعلها لأختنا نجمة آخر ليالي الألم والمعاناة، واجعل الأيام المقبلة بالصحة والعافية والفتح المبين. قولوا معنا جميعا آمين آمين يا رب العالمين. ونبقى مع فاصل ثم ندير واحد دعوة جماعية لرفع البلاء وجلب الخير، والله تعالى على ما نقول وكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. سبحان الله وبحمده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأعلم أن الله قد أحاط بكل شيء علما. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد.
ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين، اللهم في هذه الليلة الطيبة شافي منا كل مريض وكل سقيم وكل عليل. اللهم أنت الطبيب وأنت المعالج وأنت على كل شيء قدير، أمرك بين الكاف والنون، إذا قضيت أمرا إنما تقول له كن فيكون. فاللهم أذهب الباس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم يا رب إن الشفاء بيديك، لا كاشف له إلا أنت. اللهم شافي كل مريض وكل سقيم، اللهم خذ بيد كل مريض وسقيم، اللهم احرسنا جميعا بعينيك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام، واحفظنا بعزك الذي لا يضام، واكلأنا في الليل وفي النهار، وارحمنا بقدرتك علينا، ارحمنا بقدرتك علينا، أنت ثقتنا وأنت رجاؤنا يا رب العالمين. اللهم ألبسنا جميعا ثوب الصحة والعافية، اللهم ألبسنا ثوب الصحة والعافية. اللهم إنا نسألك من عظيم لطفك وجميل كرمك وسترك الوفير أن تشفينا أجمعين يا رب، مدنا بالصحة والعافية وتمام العافية، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا رب يا كريم، نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمائنا ومن فوقنا، ونعود بعظمتك أن نغتال من تحتنا، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم يا ذا السلطان العظيم، يا ذا المن القديم، يا ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات، اللهم اصرف عنا وعن أولادنا وأحبابنا وأقاربنا، اللهم اصرف عنا السوء، اصرف عنا عيون العائنين وحسد الحاسدين وسحر الساحرين وكيد الكائدين. يا ربنا يا خالقنا، إنا نعتصم بك ونلجأ إليك من شر كل ذي شر، يا ذا الجلال والإكرام، رد عنا كيد الكائدين، رد عنا مكر الماكرين، رد عنا حقد الحاقدين، رد عنا جور الظالمين، رد عنا حسد الحاسدين. اللهم احرسنا بعينيك التي لا تنام، اللهم اكنفنا بكنفك الذي لا يرام، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، اللهم أنت عضدنا، أنت ناصرنا، بك نحول وبك نصول وبك نستجير من الشيطان الرجيم أن يضرنا في ديننا أو دنيانا، أو يصدنا عن فعل أمرتنا به، أو يحطنا على فعل نهيتنا عنه. يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام، نعود بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجأة نقمتك ومن جميع سخطك، يا حنان يا منان يا رب العالمين، اكفنا بحلالك عن حرامك، اغننا بفضلك عمن سواك. اللهم كل من كان منا فقير في هذه الليلة افتح له باب الرزق الوفير، اللهم ارزقنا وإياه رزقا حلالا طيبا مباركا من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أيادينا دوما هي العليا، ولا تجعل أيادينا هي السفلى. اللهم لا تحوجنا لأحد من خلقك يا ربنا، لا تحوجنا لأحد من خلقك، أنت ربنا وأنت خالقنا وأنت رازقنا. اللهم يا رب يا كريم، في هذه الساعة المباركة كل من عنده هم أو حزن في قلبه، اللهم ارفع عنا الهم والحزن يا كريم يا كريم، ارفع عنا الهم والحزن. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم نفس كرب المكروبين، اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم يا رب يا كريم، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، يا رحمن يا رحيم يا ودود يا عظيم. اللهم أصلح بين الأزواج والزوجات، اللهم ارزق بينهم مودة ورحمة، اللهم وارزق العازبين والعازبات حظا سعيدا في
القريب العاجل. اللهم اصلح الأبناء والبنات وارزق من تأخر عنهم الإنجاب ذرية طيبة في القريب العاجل. اللهم يا رحمن يا رحيم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.